فجأة تلاقي ابنك أو بنتك بيلعبوا مع قطة أو كلب في الشارع عادي زي ما كل ولادنا بيعملوا، فجأة القطة خربشته أو الكلب عض، أنت كل اللي بتعمله معلش يا حبيبي وحصل الخير، أو ممكن حتى الولد ما يقولش، طهرته حطيت عليها بلاستر، الموضوع بالنسبة لك خلص. بعدها بفترة أسبوعين شهر بالكتير نسأل على الولد ده، الولد ده فين؟ الولد ده في العناية المركزة، الولد ده مش قادر ياخد نفسه، عنده تشنجات، بيرتعش، دخل المستشفى بعد 10 أيام دكتور طالع بيقول بقى لله الولد مات. كده ببساطة كده كانش عنده حاجة. هو ده بالظبط اللي حصل مع كذا حالة الفترة اللي فاتت، ويمكن كلنا سمعنا عنها، اللي هو ده الكلب أو مرض السعار. النهاردة من جوه الصيدلية هنتكلم عن توعية بالمرض ده ونشوف هل له علاج ولا لا، إيه اللي ممكن نعمله. أنا عمرو أبو بكر ودي جوه الصيدلية، ويلا بينا. إيه يلا بينا نبدأ. يلا بينا. أنا مش جاي أخوفكوا لا قدر الله، أو جاي أفول على الولاد، ربنا يحمي ولادنا كلهم، لكن خلينا نقول إن الفيروس ده بينتقل من الكائن المصاب أو الحيوان المصاب من خلال اللعاب عن طريق الدم لما بيحصل عضة أو خربشة. طيب الطبيعي إن إحنا نعرف إن مرض السعار ده بيبقى موجود في الحيوانات البرية، لكن بينتقل منهم للحيوانات التانية. حيوانات زي إيه؟ ممكن حيوانات زي الكلاب، زي القطط، زي الخفاش، حمار، الحصان إلى آخره. كل الحيوانات دي حتى لو هي حيوانات أليفة ممكن تكون مصابة، وممكن تنقل داء الكلب أو مرض السعار لأي حد ممكن تعضه أو يتخربش. خلينا نقول إن في تقريباً 60,000 واحد بيموتوا كل سنة بسبب مرض السعار، مرض داء الكلب ده. طب احنا ليه بنقول عليه مرض داء الكلب مع انه ممكن ينتقل من اكتر من حاجة؟ لان اكتر حاجات بتنقل المرض او معروفة ان بتنقل المرض هو الكلاب، عشان كده الموضوع اتاخد على انه داء الكلب. طب 60,000 واحد ده مش رقم كبير؟ رقم كبير جدا. بس ليه؟ لان الموضوع للأسف المرض ده ملوش علاج. الحل الوحيد فيه هو ان احنا ناخد البصل بتاعه في اول فترة من فترات حضانة الفيروس، من اول ما يحصل العضة او الخربشة دي على طول ناخد المصل زي ما هنشوف مع بعض. علشان كده لو جينا نقسم المراحل اللي بيحصل فيها الفيروس بمجرد بتحصل العضة او الخربشة عشان نبقى عارفين ايه اللي بيحصل، الموضوع بيمر بثلاث مراحل. المرحلة الاولى وهي فترة الحضانة الانكيوبيشن، ممكن تاخد من 20 ل 90 يوم على حسب مكان العضة كان فين، قريب ولا بعيد، على حسب كانت العضة جامدة شوية ولا خربوش، كمية الفيروسات اللي كانت في العضة دي او كانت في الخربوش ده، هو ده اللي بيعمل موضوع الانكيوبيشن. فترة الانكيوبيشن او فترة الحضانة للأسف مفيش أعراض، وهو دي المشكلة. المشكلة ان المرض ده بمجرد ما بتظهر الأعراض استحالة ان انا اعالج. فترة الحضانة مفيش فيها أعراض. ليه بقى؟ لان المرض ده او الفيروس ده، على فكرة الفيروس ده شبه الطلقة زي ما انتوا شايفين كده، بمجرد ما بيخش جسمك بيبدأ يستخبى. بيستخبى في العقد بتاعتك، العقد العصبية، الجهاز المناعي بتاعك مش قادر يشوفه، مش قادر يتعرف عليه، فمش قادر يهاجمه، لحد لما الفيروس ده يقوى وينشط ويبدأ يظهر، يسبح علشان يروح للمخ، يبدأ الجهاز المناعي يتعرف عليه. دي المرحلة الثانية، أول ما الجهاز المناعي يتعرف عليه يخلي الجسم تظهر عنده أعراض علشان يهاجم الفيروس ده. الأعراض دي بتبقى شبه أعراض الإنفلونزا، حرارة، رعشة، برد، أعراض الإنفلونزا. الأعراض دي بتاخد قد إيه؟ بتاخد 10 أيام، وأغلب للأسف الأمهات بيبقوا فاكرين إن هي أعراض إنفلونزا. المرحلة الثالثة، الفيروس اتمكن من الجسم، سافر عن طريق الأعصاب، دم، وصل للمخ والحبل الشوكي. بمجرد ما بيوصل للمخ والحبل الشوكي بتبدأ تظهر نوع ثالث من الأعراض. الأعراض دي هلاوس، تشنجات، ممكن حد يمشي وهو نايم، الجسم متكسر، ممكن ما تكونش قادر حتى تقف، بيحصل نوع من الشلل لبعض الأطراف، وتنتهي المرحلة دي بالوفاة. ممكن يكون قبلها كوما، غيبوبة، أو ممكن يحصل موت فجائي عن طريق شلل التنفس، إن الرئة مش قادرة تشتغل أو بيحصل فيها شلل، فبيحصل وفاة بشكل مباشر. للأسف الموضوع خطير فعلا ومش سهل إنك تعرفه، وللأسف للأسف ملوش علاج. طيب لو حصلت عضة أو حصلت خربشة أنا المفروض أعمل إيه؟ أول حاجة لو حاجة عضتك يبقى إن إحنا المفروض نحبسها في مكان معين، وممكن نطلع بيها على الطب البيطري أو نطلع بيها بيعملوا لها تحليل وبيشوفوا لو هي عندها سعار ولا لأ. أنت بتطلع على المستشفى في مصر مثلا، بتطلع على المستشفى الحميات، بتطلع على أي مستشفى وتقول لهم إن أنا حصل معايا 1 2 3 4، وبتبدأ على طول تاخد المصل.
اول حاجه بتبدا تظهر الجرح ده ببيتادين، وبعد كده بتبدا تاخد بصل داء الكلب اللي هو بتاخد 4 جرعات في خلال 15 يوم. لو انت كنت واخد البصل ده قبل كده فبتاخد جرعتين بس. انا فاكر ان انا زمان اخدت البصل ده حقنا كل يوم لمده 21 يوم، كانت حاجه صعبه جدا. لكن دلوقتي احنا بناخد 4 جرعات في خلال 15 يوم. طيب عندنا حاجه ثانيه اسمها الجلوبلين المناعي، ودي حاجه بتبدا تحارب داء الكلب ده من الاول، بتبدا تمنع انتشاره وبنبدا نحجمه في الاول كده. لانه ايه اللي بيحصل؟ احنا في المراحل الاولى احنا بنقول للجسم ان احنا في عندنا الفيروس ده، فالجسم يبدا يتعرف عليه بشكل سريع جدا ويبدا ينتج الحاجات اللي تهاجمه وتقضي عليه. الحيوان لو طلع عنده سعار الحيوان ده لازم يتقتل ولازم يموت. لو ما طلعش عنده سعار فانت بتوقف الجرعات بتاعتك وما بتكملهاش، وتبقى الحمد لله خلاص الموضوع خلص. يمكن خلينا نقول ان داء الكلب ده او مرض السعار من الحاجات المهمه جدا اللي لازم ناخد بالنا منها. يا جماعه ما نهملش ابدا لو قطه خربشتنا او حاجه او كلب او حصان ممكن يعض او الحمار او الحاجات دي كلها ممكن تعمل مشاكل. هل ممكن ينتقل مثلا عن طريق حاجه تانية؟ مثلا لو اللعاب ده موجود ممكن يبقى موجود على حته وانا اتخربشت فيها ممكن ايه؟ الاحتمالات دي بسيطه جدا، ما بتحصلش الا من خلال حاجه مباشره، يبقى في جرح مباشر او عضه مباشره تدخل عن طريق الدم، فالفيروس على طول يخش وعلى طول يوصل للدم. اتمنى نعرف كل الناس باهميه الموضوع ده علشان اولادنا غاليين علينا. دمتم في نعمه، دمتم في صح، دمتم في فضل من الله. اشوفكم على غير في حلقه جايه من جوه الصيدليه. كان معاكم عمرو بكر. سلام.